فرضت أنه الذي يفقد النقط يعني أكثر من 4 ديال النقط يعني بالنسبة يعني رخصة السياقة من خلال ارتكابه لمجموعة من المخالفات عليه أن يخضع لتدريب يعني لمدة معينة يعني 3 أيام 7 ساعات في اليوم لكي يستعيد هذه النقط. وهذا واحد النوع من البيداغوجية التي جاءت في المدونة ديال السير باش دفع الناس على أنهم يراجعوا مفاهيمهم ومعارفهم فيما يتعلق بالسير وفيما يتعلق بالسلامة، ثم واحد النوع من المساهمة على مستوى تنمية يعني الالتزام فيما يتعلق بالسلامة الطرقية. اللي كان سابقا هو أن كان شروط شوية معسرة، لأنه كثير من الناس الآن يريدون أن يخضعوا لهذا التدريب ولكن ما كاينش مدارس في الالتزام باستثناء المكتب الوطني للتكوين المهني اللي هو كيشرف على هذه العملية، ولكن غير كافي. احنا بغينا نفتحوها أمام استثمار القطاع الخاص، الناس أنهم بإمكانهم ينشئوا واحد المؤسسات اللي يمكن لها أنها تقوم بهذا التدريب، ولكن درنا واحد العدد ديال الشروط اللي هو شوية صعبة على مستوى الدبلوم، على مستوى الجياز مباراة، على مستوى واحد يعني الكوسيون واحد الضمانة اللي هي كثيرة بزاف. فبالتالي من أجل تشجيع هذه المؤسسات نقصنا من الشروط باش الناس يمكن لهم يستثمروا في هذا المجال ديال المعاهد ديال السلامة الطرقية.